إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي الزهراء بنت خالد بن ناصر المالكي، البالغة من العمر 11 عاما. الزهراء طالبة بمدرسة زينب أم المؤمنين بالصف الخامس، متفوقة بمدرستها، دأبت على الحصول على المركز الأول على صفها، تهوى الرسم والخط. القارئ الصغير. مرحبا زهرة. مرحبا. كيف حالك؟ خير. أنت ما شاء الله متفوقة. نعم. هذا السنة المركز الأول. نعم. السنة الماضية كم؟ الأول. واللي قبلها؟ الأول. ما شاء الله كل سنة تطلعين الأول. نعم. كيف خبرينا كيف تذاكرين دروسك؟ أول شيء أبدأ بحل الواجبات. بعدها أحضر حل الدروس. وبعدين أذاكر. جميل. وتحبين القراءة؟ نعم. إيش تقرأي من الكتب؟ الروايات مثل تشارلي ومصنع الشوكولاتة، تشارلي والمصعد الزجاجي العظيم، ماتيلدا. من شجعك على القراءة؟ أمي. والدك من شجعك؟ شجعني. بس أمك أكثر؟ جميل. وبعدين أيضا هوايتك الرسم صح؟ إيش ترسمي؟ مناظر طبيعية. وهذه المناظر يعني والرسومات توريهن حد؟ من يشوفهن؟ معلمة الرسم وأمي وأبوي. وإيش يقولوا عنهن؟ حلو. شجعوكي؟ نعم. زين. والخط كيف خطك؟ جميل؟ نعم. عشان كذا هوايتك الخط؟ نعم. إيش أنواع الخط اللي تجيدين الكتابة بها؟ الخط، خط الرقعة وخط النسخ والخط الديواني. وإيش تكتبي؟ مثل يعني حكم ولا مثال. من تتذكر حكمة كتبتيها؟ إيش هي؟ من سار على الدرب وصل، وأن الأشياء الثمينة لا تتكرر، كما أن لدينا أمة واحدة. أها جميل. وتعلقين هذا الجمل اللي تكتبيهم خط ولا بس تكتبيها بس فقط في الدفتر؟ أكتبهم في كراس كبيرة وأضمهم. ممتاز. وإيش اخترتي لي من الكتب عشان تعرضيها في ذي الحلقة؟ تشارلي ومصنع الشوكولاتة، تشارلي ومصعد الزجاجة العظيم، ماتيلدا. وماتيلدا يعني يمكن نمر عليهن هذيلا، لكن أنا أكثر شيء بغى أسمع قصة ضاع عمر. خبرني والدك أنك أنت تعجبك هذه القصة صح؟ نعم. ليش تعجبك؟ لأن يعني أخوي عمر لديه توحد ودائما يعني يهرب من البيت. آه ها. وهذه القصة جت كأنها مناسبة، هي عن دار الحدائق طبعا. نعم. إيش تحكي قصة ضاع عمر؟
أن عمر في يوم من الأيام ذهب مع أمه إلى السوق، وكانت أمه تشتري الخضار. رأى عمر قطة فذهب ليلحق بها، فضاع عمر في تلك المدينة ولم يعرف الطريق. فرأى شرطيا فتذكر أن أمه تقول له دائما عندما تحتاج لمساعدة اطلب مساعدة الشرطي. ذهب للشرطي فقال له الشرطي إن أمك تبحث عنه. فذهب عمر مع الشرطي وإلى أمه. آه وعاد إلى أمه. نعم. جميلة هذا القصة، أنت عجبتك؟ نعم. وقصة ماتلدا إيش؟ أن ماتلدا فتاة صغيرة ذكية تحب القراءة، ولكن أمها وأبوها وأخيها الأكبر لا يحبون أن يروا ماتلدا تقرأ. يقول لها أبوها لا تقرأي، فالقراءة لا تفيد، استمتعي بمشاهدة التلفاز فقط. لكن معقولة هذا الكلام؟ نعم، لكن ماتلدا لا تستمع إلى والدها وتقرأ. وانت ايش رأيك يعني لو والدك قالك لا تقرأي، القراءة ما مفيدة، ايش بتقولي له؟ سأقول له أن القراءة مفيدة، يعني تعطينا أشياء ونصائح كحكم. أنت تحبين القراءة؟ نعم. زين، وتشارلي إيش عمل في مصنع الشوكولاتة؟ تشارلي ولد فقير كان يحلم بأن يأكل الشوكولاتة، لكن هو فقط يأكل مرة واحدة في السنة الشوكولاتة في عيد ميلاده. وفي يوم من الأيام قال أن هناك مسابقة عن 5 بطاقات ذهبية ستكون في علب الشوكولاتة، ولكن تشارلي كان يحلم بأن يفوز ببطاقة يذهب إلى المصنع. هو ربح بالبطاقة 5، والبطاقات هن 5 فقط. في المصنع ذهب كل الأولاد، اللي واحد منهم إلى نهر الشوكولاتة وواحدة إلى السناج وهكذا يعني. أما تشارلي بقى لوحده وربح المصنع. ربح مصنع الشوكولاتة. نعم. محظوظ يعني، يأكل شوكولات كثير صح؟ أيوة. تحبين شوكولاتة؟ انزين، انت تحبين الشعر بعد صح؟ نعم. ايش نوع الشعر اللي تحبي؟ امان محمود درويش، قصيدة النفس تبكي على الدنيا. ما شاء الله، سمعين امان محمود درويش. سجل انا عربي ورقم بطاقتي 50,000 واطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل انا عربي. الله. و النفس تبكي على الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نتركها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. الله، حكم جميلة. لمن هذه النفس تبكي على الدنيا؟ لعلي بن أبي طالب. ممتازة يا زهراء. أريد أسألك عن، قلتي لي أنت متفوقة وكل سنة تطلعين الأول. نعم. يكرموك على هذا التفوق؟ نعم. من كرمك؟ مديرة المدرسة ومعلماتي ووالي بركة. ما شاء الله، احتفالية كبيرة يعني. نعم. إيش أعطوك هدية؟ الدرع. صديقاتك متفوقات؟ نعم. من صديقاتك اللي متفوقة مثلك؟ تسنيم. تسنيم، وتطلع الأول ولا الثاني عاد؟ بما أنك أنت الأول. ثاني. هذا العام كانت يعني تقرا مدرسة جديدة، تسنيم ووجود، وفي المدرسة يمكن صف رابع حورية وشذا. زين، أنت المتفوقات لما واحدة تطلب منك المساعدة تحلي مسألة مثلا في الرياضيات ولا في العلوم ولا في اللغة العربية تساعدنهن؟ أساعدها لكن يعني ما حل مسألة عنها. بس تعلميها يعني كيف تحل، مش ما تحل عنها في الامتحان طبعا. نعم. وفي البيت أيضا يشجعوك على الدراسة؟ نعم. وإيش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ مهندسة معمارية. لأنك تحبين الرسم؟ نعم. يعني ايش تخططي تعملي بالهندسه المعماريه؟ يعني ليش مهندسه معماريه؟ انا ما اعرف غير اصلا هندسه معماريه. ما تعرفين يعني ما تتمنى تكوني طبيبه مثلا؟
بس يوم يعني كنت صغيرة بطبيبة. وتو غيرتي؟ نعم. زين يمكن السنة الجاية تغير عن المهندسة المعمارية، ممكن يصير ولا ما ممكن؟ ممكن. حاليا أنت تتمنى تكوني مهندسة معمارية؟ نعم. يمكن بسبب حبك للرسم؟ ربما. وإيش الحكمة اللي تؤمن بها؟ أن الأشياء الثمينة لا تتكرر، كما أن لدينا أما واحدة. هذا الجملة اللي قلتيها قبل شوية أنك كتبتيها بالخط. نعم. كتبتيها بأي خط؟ الخط الرقعة. الرقعة. ممكن تعيديها؟ الأشياء الثمينة لا تتكرر، كما أن لدينا أما واحدة. تتحبين أمك كثير شكلك؟ نعم. وأمك تحبك؟ نعم. ممتاز. ورحتي معرض الكتاب هذا السنة؟ نعم. إيش تريدي من الكتب؟ تشارلي ومصنع الشوكولاتة، تشارلي ومصعد الزجاجي العظيم، وماتيلدا. هذه الكتب اللي تكلمت عنها قبل شوية. نعم. السنة الماضية رحتي؟ نعم. وإيش شريتي؟ وايد. ما متذكرة. شيء شغبوب. من شغبوب هذا؟ ولد مشاغب. يعني قصة ولد مشاغب اسمه شغبوب. هو اسمه يعني اسم الثاني لكن يقول له شغبوب. على طار المشاغبة، أنت مشاغبة؟ لا. إيش اللي يثبت لأنك ما مشاغبة؟ حرف. أنك متفوقة تطلعين الأول، صح؟ صح. جميل، حديث معك ممتع يا زهراء. ربنا يحفظك. شكرا جزيلا لك يا زهراء بنت خالد بن ناصر المالكي، التلميذة بمدرسة زينب أم المؤمنين، البالغة من العمر 11 عاما. شكرا جزيلا لك على هذه الدردشة الجميلة معك. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.